مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من يافيل يافيل بالحياة في مواقف كتير بتخلينا نألف أخبار ملح ونبهر وما حدا بيحاسبنا، بس بيافيل ياريل عنا قوانين مختلفة وما بنقبل نسمع إلا الحقيقة. رح نسأل ضيوفنا من أهل الفن والإعلام والسياسة والسوشيال ميديا أسئلة واضحة، ومن الأفضل يقولوا الحقيقة وإلا رح يكون ناطرون مفاجآت وتحديات. إذا ضيفنا جرب يتهرب أو يملح ويبهر، الجمهور وحده له حق يصدر القرار الأخير. أما إذا الجمهور وافق أنه ضيفنا عم يقول الحقيقة بيكون زمط، وإذا شاف في فيل طاير رح ينجبر ضيفنا ينفذ التحدي، وأكيد مش أي تحدي. أكتر لحظة بتحس فيها أنك عايش بسيرك بلبنان هي لحظة اللي بتنقطع الكهرباء. طيب ركض سريع، قفز عالي فوق الكنبيات لحين ما توصل لعلبية الديجونكتور. والأهم من كل هيدا هو انت ورايح بيطلع معك كلمات هيك بيركبوا فوق بعضهم هيك كأنك بغنية راب مثلا، خرجت تسقطهم على غنية راب. موسيقى بليز. راحت انتهي الأظان، الموتور، الغسالة، شغالة، المكيف على العالي، سرعة وينك رح تجي طق مرة تانية، الساعة يلعن هالعيشة. كلهم بيطلعوا معنا، نحن وراكبين بهالسحبة لنعلي الهاوس. عن جد بتصير امنام لبناني مأنجرة معه. لقوا فوق كل هيدا احلى شيء هلا معارض السيارات يلي عم يعملوا دعايات كل الوقت لسيارات الكهرباء الجديد. توم الكتريك كارز، ايه. وبيقنعوك فيها انه بتشريجه وحده بتمشيك 500 كيلومتر وفيك تشرجها على سرعه 32 امبير. انتبهوا معي 32 الرقم المهضوم هيدا. عم تتخيل انك عم تسحب على عداد الموتور 32 امبير لتشرج السياره كل يوم؟ اكيد بيجي صاحب الموتور اخر الشهر ومعه حكيم جراح لحتى ياخذ منك الفاتوره وياخذ كلوتك فوقها. يعني بتحسهم عايشين بغير بلد جامعه المعارض. وبعرف ناس عم يقسموا الايام والله، يعني التنين لمبات، ثلاثة براد، الأربعة غسالة، الخميس مكيف، كرمال يوفروا هيك على الويك اند بيشارجوا التليفونات كمان. واللي ما بيراقب عداد الموتور أكيد عم بيراقب الشمس بيكون، أوه شمس لبنان الشارقة. كل يلي مركبين طاقة شمسية هالسنة صاروا بيج فانز لمقدمة نشرة الطقس إليان خواند على الجديد. هيك بينطروا نشرة الطقس ليعرفوا إذا بكرة رح ندور الغسالة أو لا. وصاروا يحللوا سرعة الرياح واتجاهها ليعرفوا إذا مغيمة أو بيقدروا يشارجوا البطاريات. ونحن ساكنين على علو 500 متر، يعني الشمس إذا بتشرق من الساعة 11 بتغيب الساعة 3، خلينا نحسبها، يعني بيطلع لنا ساعة مكيف، ساعة براد، وعشر دقايق بلندر إذا بدنا نعمل كوكتيل. يس اي لاف لبنان، اي لاف لبنان. وحظنا الكاكا كل هالصيفية اللي مرقت درجة الحرارة 35 بس مغيمة. نعم صارت الغيوم لبنان أكثر من لندن، بس ناقصنا بعد باص أحمر هيك طابقين ومعاشات لندن هيك نيالهم، يا ريت عنا ربع معاشاتهم. مين بحس مثلي بس يسافر برات لبنان على دبي أو على بلدان الخليج ويكون نازل بأوتيل بس بعدك هيك عايش بجو لبنان وما عم تستوعب انه الكهرباء بتجي عندهم 24 على 24؟ انا بس استلم غرفة اوتيل بتوتر، بخاف ضوي المكيف وشرج التليفون بنفس الوقت، حسة رح تك الساعة. حتى هيك بس كون دبي اطلع على برج خليفة شوفه مشعشع شعشع بكزبر شعر بدني هيك بصير بتوتر بكز على اسناني بكلاه ليه؟ انه ولو قد ايه رح تطلع عليكم الفاتورة بالاخر؟ هداك اليوم قريت خبر انه صار مشكل بفيلا عند احد سكان الامارات، فبعتت له الشركة موتور متنقل ليضووا له بيته لكن تصلح العطل. نحن مرة فقع عنا محول الموتور بالحي، دقيت لصاحب الموتور الادمي قام بعت لي الشغيل ضربني لانه عم دق له بنص الليل. وانا بشكره بشكره لانه هالمرة رد، عادة ما بيرد.
الكهرباء بلبنان عم تجي ساعتين كل يوم، بس مش انه ساعتين على الظهريات لنستفيد منهم كمواطنين كبشر، بيجيبوها من 3:30 الفجر للخمسة وربع، يعني ما حدا بيكون فايق على وجه الكرة الأرضية غير الممرضات بالمستشفيات أو حرامية الموتسيك، عرفتون؟ هيدول بركي كرمال يجوا يسرقوا عضاو حرام بيفكروا فيهم. بس الحمد لله بس تجي الكهرباء عم بحس حالي مواطن أمريكي عايش بتكساس، لأنه عم بيجيبوها 110 مش 220. هيك إذا في كم قطعة كهرباء مش عايزهم هيك بيحترقوا، الحمد لله بيروحوا ببطل عايز كهرباء بالحياة. من الآخر طالما اللبنانية عم يفكروا إنه حكي وزراء الطاقة ريل، راح يضلوا عم يطيروا لنا كل يوم 100 فيل. قبل ما نستقبل ضيفتنا منرحب بأفراد عائلة يا فيل يا ريل. بومبونايا الساحر خفيف، مهلوب، شارلي، جوجو الكلون، مس نخلي، تينا، مرزوق، الجزار، وكلنا سوا منرحب بضيفتنا الليلة من ألمع الشخصيات بعالم الفن العربي، ممثلة، مغنية، مقدمة برامج، اشتهرت بتقليدها الرائع لمعظم النجوم العرب، يا فيل يا ريل مع النجمة صفاء سلطان. أهلا وسهلا فيك صفاء سلطان، ضيفة حلقتنا الأولى بيا فيل يا ريل. صفاء الفوتة على السيرك مش مثل الظهرة منه، جاهزة لحلقة مليانة أسئلة وتحديات؟ أنا ما قلت لك، ما قلت لك، ما قلت لي إلا ويلا اللي تحدى، ويلا 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 اللي ناوي قاتل، يا ويلا اللي ناوي قاتل.